مرحبا. الطريق نحو الفنون والعلوم القتالية، طرق التدريب والتمرين وطرق يتم اختصارها باسم واحد هي ملاكمة. النقطة رقم 20، ملاكمة إطارات السيارات. إطارات السيارات تجيب مجموعة إطارات سيارات، يعني حسب الحجم حسب النوع اللي أنت تختاره، فالشرط يكون الإطارات كلها مساوية بنفس الحجم. تربط إطار بإطار، تربطه في بالبراغي، تكون طريقة الربط مالتك صحيحة. واللي ما يعرف طريقة الربط شلون يسويها، أنا أشرح لك طريقة الربط الصحيحة في فيديو آخر. فملاكمة إطارات السيارات كلكم شايفيها، ما معقولة واحد ما شايف ملاكمة إطارات السيارات. ملاكمة إطارات السيارات تقدر تخليها متحركة، تقدر تخليها ثابتة، تقدر تعلقها، تقدر وين ما تخليها تخليها. أنا جاي أقدم لكم هواي شغلات، هواي علوم خامدة ما واصلها، أو هواي طرق. أرجع وأكد، التنوع في التمرين لتجنب الملل، والتنوع في التمرين لاكتشاف واكتشاف والتبحر والتبحر. أوكي، شلون هسه مثل ما موجود أنا وراي شلال ماي، دفار ماي، هذا كل ما تنزل بأعماقها راح تكتشف اكو بداخله شيء اخر شيء اخر شيء اخر. اوكي، وانتظر تعليقاتكم واجاباتكم على الفيديو باليوتيوب، وتحياتي للجميع. شكرا.